ان نراجع انفسنا. رضا تمام، انا بسال، هذا حضور ولا طفايف سجاير؟ اعدام، اي اطالب الاعدام اذا الواحد يتجرد. انت يلا يا عمر، يلا يا انت. سؤال في شيء ولا السؤال لغير الله مزلة؟ هذه ثاني مرة لي أرشح فيها نفسي، أول مرة حصلت على 17 صوت. أنا للحين صار في 11 دينار وربع على الانتخابات. ما أقول لكم أنا من أعرف، بس الناس تعرفني منه. جينا لداركم حمد، والناس تعرف إن أنا شنو سويت المهرجانات والكرنفالات بالكويت. بعدين عمي أنت ما تدري وين رقابتك. أنا سجلني كشيخ قبيلة وأعتز، ولكن أنا وين الله يوفقني؟ طالع شبرة مو محكمة، طالع يعني أصير خادم الوطن. قوم زين، قوم تلومني سنة الجاية أنا برشح نفسي أنا يعني. ولكن لما أخدم الوطن وأخدم المواطن هذا عندي أهم شيء. ولد شيخ، عز الله ولد شيخ. والله أنا حاليا خلني بعيد عن السياسة. يا دقوت بلا بشكل في التنمية السياسية للوطن، ونكون رجال المواقف لنعلم أن والله كلامكم مسخرة. والديمقراطية مسؤولية. شيء طبيعي. وقال يا رب من الكل من ويلانا. السلام عليكم بقى. وعبد الله عز الزود وبيذبح الخروف، تعرفوا الخروف؟ الله يخلي لسانك. من هذا اليوم قامت أسرة الحكم بزرع الفتنة. لحظة ما أعرف الرقم والله. ألو يا هلا، أمن الدولة؟ لا هذا الحمسة اللي يمي هو اللي قاعد يقول عن وشنو برنامجك الانتخابي؟ والله لو أقول لك عندي برنامج معين أو مشروع معين أكون شذاب. برنامج الانتخابي طال عمرك يعني أنت عبيط يا ابني، ما هو يرتعرف يا ما بتعرفش. إرضاء جميع الأطراف. لا قوم اطلع برا. ها لا ما عندك من يعني هذه كلها من فلوس الدوله، من نحاسب يعني؟ ما ادري والله، متحاسب ما ادري. ما تعرف؟ تعال صف هنا يا ابو الانصار، صف تبونا نكف لايف. افع عليك ما تستحي ريال، ايش كبرك ايش عرضك، فشلتنا قطعت عيونك. ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك، مو مقصر حقيقة يعني. لا شون زي السبي انت لك. ألمانية طبعا، ويعني مثل ما تقول عندها شهادات في لحظة بلي، روح هناك انت لا تنحرف، روح هناك. يعني زيارة يمكن يقعدني، عجبتها الجو هنا وعجبتها كل شيء. شايف البوكس ده؟ شايفه؟ ايوه. خذ القطة وروح اركب. انت راح تشارك وياها في عمل فني؟ احتمال والله كبير، اي والله احتمال كبير، لان هي ما شاء الله بالدرجة الاولى مغنية هي. قلبك عامر بالايمان. بالنسبة لي للذين يرشحون انفسهم اول مرة. عيبة كبيرة. وانا منهم. واعوذ بالله من كلمة انا طبعا. اكو مرة تلبس مكسر الله لا يبارك فيك. كل كويتي إذا ما تطيح عليه 30,000 مع فوائدها هذا مو على ريال، قدام العالم كله. لو ساكت وايد أشرف لك. أنا عندي حلم، إذا كان مارتن لوثر كينج مثل العبيد كان عنده حلم، أنا عندي حلم الأحرار بالكويت. تفسير حلمك هذا أخوي وحشيك على جوازك، الظاهر طاق لك فيزا حق الخرطوم وأنت ما تدري. هي عصاتي أتوكى عليها وهش بها على غنمي، ولا فيها مآرب أخرى. ولك لا يكون حسوا بيك استخبارات. خلي يصعد وزير الداخلية، خلي يصعد الحين يلا، لأنه حدد اثنينه. اطلع اسري حسك انت، الله عليك الصوت مرايه. لا تبي ري الخد، انت زوجتي انا حسن شاربي. نبي موسم استجوابات، العملية ناشفة. شلون ناشفة؟ نبي استجوابات. بعد الوزير ما مش 1000 كيلو، بعد ما مش 1000 كيلو توه بالسيرفس. يعني قاعد يشوفون اللقاء. كلمة تحت راية شيخنا الله يديم إن شاء الله. طالب عمره احنا ما عندنا شيعة، سنة كلنا مسيح. مهما اتفقنا في مواقف نختلف، هذه الحقيقة نقر فيها ونعترف،
وإن اختلفنا يبقى صافي حبنا رأيك ورأي ما هو ذنب نقترف أصل العلاقة بيننا أخذ وعطى لا تسمح الموجة خلاف وتنجرف